السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المنتخب المصري وين انبهرت بعثة المنتخب المصري بفنادق مراكش المغرب، وين انبهار بعثة المنتخب يعني مصر في المرافق التي موجودة في مراكش وملعب مراكش بفنادقها، وين شهدت تأهل مصر إلى النهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار بتغلبها بهدفين لهدف. شو ناس وين ناس كيفاش راك تشوفها، راك تشوف إشهارات، راك تشوف إشهار كي داير مجاني وإشهار كينيا جاية، غينيا جاية تلعب، مصر جاية، يخرج الإعلام المصري يتكلم على مرافق عالمية. محمد صلاح قال لهم هذا شاهدت يعني لم أشاهده في بعض الملاعب في إيطاليا وفي الإنجليز بالمرافق اللي وراوها، يعني مرافق اللي الناس راهم صاروا يصوروا، عم يصوروا بعثوا للقنوات تاعهم، صحافة تاعهم بعثوا، يعني صاروا راهم يتكلموا عليها. شو كيفاش باش تعرف او كي تشوف كيما هكا، هذه هي اخويا، هذه هي حسب كي تشوف انت تشوف كيما هكا، واش الناس تخدم خويا، ناس خدمت ودروكهم قاعدين ينظموا في التظاهرات، يعني مشاو يعيوا في روحهم، هم ينظموا في التظاهرات خويا، ناس دروك يتنظم في التظاهرات، هم طاقين السوق، هذه هي. عرفتوا الناس كيفاش؟ أمي ورو في زعمك في المرافق تاع الراحة تاع استرجاع تاع أكتوف. راك تشوف راني شو راني نتفرج، راني نشوف كيفاش الناس عليك عليك، وين راهم منبهرين سي محمد، وين الناس والله ما أمنت. با 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 يا ودي صارية كيما نقول لكم، صارية كيما واحد ألماني جاي يخطب وحدة، هيا باباها قال له ولد عمي، قال لهم ترجموا له، قالوا له قول لا اله الا الله محمد رسول الله، هاك الطفله مح. وكاين اللي مسكين عنده 40 عام 50 عام صلاه وشهاده وصوم وزكاه، قلنا مين يجد له هاك؟ امه تشوف الدار، شوف امها يروح ما كيدور، سمع الهضره توصلك كي تذبذب تي 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 كيما هكا. طفله 60 مليون مهر ذهبها شعل سكنة وحدها، وانت حياتك كامله وانت صالحك، شوف كيفاش هذه. لا هذه هي تاع سي قويدر بومباردي، هذاك على راخو كيسموه
سي قويدر بومباردي على ذاك مكلف بالإعلام لي قاعد يتيرو علينا إيه بالكذب، الكذب ثم الكذب ثم الكذب خويا، الشعبوية ثم الشعبوية، والو قاع على بالو مش بيك، يكذب عليك اليوم وغدوة يعاود يولي، راك تشوف، الناس طير خويا، الناس تخدم، هادي هي، جبتوها سهلة، هادي هي. ناس تعرف كيفاش ناس تعرف ناس يتعرف كيفاش يسوقوا الصوره تاع بلادهم. حنا ما عندناش كون تروح الاتحاديه الجزائريه ما عندناش يعني عضو للتسويق جانب التسويق ما عندناش حنا في لا في وزاره الشباب والرياضه ولا في الاتحاديه. بصح كي تروح المغرب عندهم ناس تاع التسويق، عندهم لجنه تاع التسويق تسوق، جابوا مصاروه يقلبوا الصحفيين يدخلوا مرافق منا كيفاش الدخله كيفاش لونتير كيفاش منا ويخلوهم يصوروا صور صور طلق 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 طلق. خاطش علاه عندهم كاس العالم، عندهم كوب دافريك، اي جايه عده كيما نقولوا حنايا جايين عده تظاهرات يحوسوا يدوهم. هذه هي خويا، هذه هي، ما تزعفش. انا كي نجي نقول لك كيما قال لا تزعف، لا تزعف، كي نجي نهضر لك كيما قال لا تزعف. انا تقول لي انا مانيش نهضر لك سياسه، سياسه خليها للمواليها السياسيين، كاين الرئيس تاعنا راه يرد، كاين منا كاين الملك تاعو فاني كيرد، عنده الحق باش يرد يدافع على بلادو. حنا عندنا رئيس، حنا على فوطينا على رئيس، فوطينا على رئيس باش يدافع علينا ويدافع على الجزائر ويدافع. هما فايق عندهم مالك تاعهم فاني كيدافع على بلادو ويدافع على شعبه. انا نهضر كرة قدم، هذا كي راني نهضر كرة قدم، كاني نقول لك شوف هما كيفاش يعني التسويق بطولة نهائي كاس افريقيا شتا كيفاش يعني حتى ناصر خليفي خلع، ناصر خليفي خلع، قال لهم والله مكان هذه الاجواء في اوروبا، والله مكانها في فرنسا مكاش هذه الاجواء هذه تاع التيفو تاع الاصوات مكاش. كلاسة سنة هذه الخطرة بوطة داروا إحصائيات، كلاسة أفضل تيفو في العالم تاع الوداد، أفضل تيفو في العالم. هذه احنا أصبحنا نسوقوا، واه نسوقوا حاجة برك. احنا عندنا إعلام يسوق يجيب لك تصويرة تاع لعاب شعره صفر ولا أبيض، والغدوة إن شاء الله يقول لك شاهد غدا إن شاء الله شعره كحل. وحنا شاهدنا في الكوب دافريك اللي فاتت عيطوا لكوافير قذب طيارة راح يدلهم في الخطوطة ويدلهم من واو لله. هاي ما تهضروش عليها، فما كوين كان من لونترينار تاعكم قولنا ويكان. حنا واه عندنا يسوقوا الشعر، يسوقوا الشعر، اش عم خطا نقول له ونقول له واحد الكلمه كنت نقولها عيشي يا القمله في بلاد الشعر. هذه هي الشعر، راكم تشوفوا، شوف كيفاش الشعر كي داير، هذا هو الشعر. المهم مصاروا خلعوا في مراكش، والله لا خلعوا لا لي زوتيل، قال لك لي زوتيل الملعب الطرقات البنيه التحتيه خلعوا. قال لك مراكش، قال لك تسب لي انا مراكش بالك حاسب تي صحراء، بصح كي ردينا خويا صحراء كي ردينا كيما دبي، دبي هذه هي والله كيما دبي. هذه هي خويا، ناس تخدم بلادها، ناس تخدم في بلادها حبة من حبة وكاية من كاية، ناس تخدم بلادها هذه هي.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله ديما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو.